متابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. والمؤسسة الوطنية للنقل السكك الحديدية تعلنان عن البدء في استغلال خط السكة الحديدية الجديد سيلا بوغزول تسمسيلت بدءا من 16 ديسمبر 2022. ولأمنكم وسلامتكم يرجى تجنب السير بمحادات السكة الحديدية، عدم قطع السكة الحديدية واستعمال الممرات المخصصة لذلك، تجنب الرعي بمحادات خط السكة الحديدية، ضرورة الحذر والانتباه من الأهالي بمنع الأطفال اللعب بمحادات السكة الحديدية. احذروا، عدم احترام هذه التوجيهات يعرض حياتكم للخطر.